مرحبا، اليوم بدي أعلمكم كيف بنعمل ثوم الدجاج اللذيذ. معظم المطاعم بأيامنا الحالية صارت تحضر هالثوم بأرخص طريقة، مايونيز ودقيق الثوم المجفف، ما في قيمة غذائية ولا طعم. الوصفة اللي بدي أعلمكم إياها اليوم هي الوصفة الأصلية الطبيعية المغذية واللي كلها نكهة، بذكركم بثوم مطاعم أيام زمان. بيلزمني نص كوب من الثوم المكشر، بحطهم بفرامة كهربائية مثل هيدي صغيرة، هدول تقريبا راسين متوسطين من الثوم. بضيف لهم ملعقة 1 تي سبون من ملح البحر، وبفرمهم جيدا. من المهم انه نفرم الملح مع الثوم اولا حتى يذوب، والا بيفسخ وبيضل ملمسه خشن. بنفرمه جيدا، بتاسف على الضجه اللي حتطلع. بعدين بنضيف له ربع كوب من عصير الحامض الطبيعي، وبنرجع بنخلطه كمان جيدا، والحامض هو اللي بيعطيه اللون الأبيض الجميل. نرجع منضيف له ربع كوب من الزيت النباتي، نتأكد انه الزيت خالي من شحوم الترانس فات اللي بتؤدي لانسداد بالشريان التاجي. كتير مهم انه ننتبه على صحتنا بهالايام، لأن الأمراض ما في إلا عم تكتر. بنخلط جيدا. فينا نستخدم زيت زيتون على فكرة، بس أنا ما بحب ذو لأنه طعمته بتطغي وبتأثر على الوصفة اللي مفروض يكون فيها الثوم السيد الأول. فبنستخدم زيت نباتي ونخفق جيدا حتى يصير الخليط مثل الكريمة. بنضل نخفقه قد ما فينا حتى يصير مثل هالثوم هيدا اللي جهزته من شو ساعة تقريبا. حطيته بعبوة زجاجية، ريحته كتير حلوة شهية. هيدا ثوم فاخر، مثل ما شايفين حطيته بعبوة زجاجية لأنه الحموضة ممكن تتفاعل بالبلاستيك، فالأفضل دايما نحط كل شي حامض بزجاج. وهيدا الثوم لما يبرد رح يجمد أكثر، وهو بيتاكل مع الدجاج مع السمك وكافة أنواع المقالل، البطاطا، الأرنبيط، الباذنجان. فيكم تاكلوه مع الزيتون وحتى لوحده حاف مع خبز. وبالنسبة لفائدته كله مناعة للجسم، الثوم والحامض مع بعض بيشكلوا دواء التهاب بحد ذاته كافي لطرد معظم الجراثيم من الجسم. ملاحظة أخيرة للأشخاص اللي بيحبوا الثوم، اللي ما بيحبوا الثوم حد، فيكم تسلقوا راس بطاطا صغير وتضيفوه للوصفة مع ملعقة كبيرة من اللبدة، فبتنكسر حديته وبتصير طعمته مقبولة خاصة عند الصغار. وهالثوم كل ما تركناه بالبراد كل ما خفت حديته وصار طعمه منسجم مع بعضه أكثر وأكثر. جربوه، صحتين على قلبكم. بتمنى تكونوا تسليتوا واستفدتوا، وإذا كنتوا بتحبوني اعملوا لي سبسكرايب، وبأي وقت بإمكانكم
اجت كافة أشرطتي بالبحث في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء بفيديو تاني، بتشكركم للمتابعة. باي باي.